البداية من التطورات السورية. حيباب عمر يعود إلى واجهة التطورات في سوريا بعد عام من سيطرة القوات النظامية عليه وقيام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارته. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مقاتلين من الكتائب الثائرة شنوا هجوما مفاجئا على الحي ودخلوا إليه وباتوا موجودين في كل أرجائه، فيما تحاول قوات النظام صدهم عبر إطلاق وابل من الرصاص من حي الإنشاءات المجاور. وتشن القوات النظامية حملة منذ الرابع من الشهر الجاري على أحياء محاصرة في وسط المدينة تعد معاقل للمعارضين، منها الخلدي وأحياء حمص القديمة. ومن دمشق وردت معلومات عن سقوط قذائف هاون على بعض الأحياء، ما أدى إلى أضرار في المحال التجارية. وفي درعا جنوب البلاد أفادت مواقع المعارضين على الإنترنت عن قصف برجمات الصواريخ على بلدة الكتيبة. أما في بستان القصر في حلب فتم نشر هذا الفيديو الذي يشير إلى حصول مجزرة مروعة. في هذه الأجواء شكلت مجموعات إسلامية مقاتلة الهيئة الشرعية للمنطقة الشرقية من سوريا لتتولى إدارة شؤون الناس في المناطق التي يسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة منها. وأوضح المرصد وفق بيان المجموعات الإسلامية أن الهيئة ستتألف من مكاتب يخصص بعضها للإصلاح وفض الخصومات والدعوة والإرشاد، إضافة إلى قوة الشرطة. ويظهر شريط الفيديو هذا موكبا يجول في محافظة دير الزور، فيما قيل إنه الاستعراض العسكري لشرطة الهيئة الشرعية. وفي المساعي السياسية أكد هيثم المناع عضو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي تضم عددا من معارضي الداخل بشكل خاص أن ظروف إطلاق الحوار بين نظام الأسد والمعارضة لم تتوفر بعد. وللوقوف عند مساعي المعارضة السورية للتوفيق بين استجلاب الدعم الخارجي وبسط سيطرتها على الميدان السوري، ينضم إلينا عبر الهاتف من مصر رئيس مجلس أمناء الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح. أستاذ هيثم أهلا بك إلى نشرة أخبار بيروت اليوم. يعني أين أنتم من الحكومة، من تشكيل الحكومة الانتقالية؟ يعني هل لا يزال هناك أي أمل بتشكيل هذه الحكومة؟ أول تحية للإخوة المسلمين والمشاهدين، بداية أريد أن أصحح يعني مركز القانون هو رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني هو الثورة والمعارضة. اثنين، ما يتعلق بالحكومة الانتقالية، طبعا الائتلاف لا يشكل مباشرة الحكومة وإنما يسمي رئيس حكومة، وهذا كما هو معروف في الدنيا كلها، رئيس الدولة يسمي رئيس حكومة، ورئيس الحكومة هو يقوم بالمشاورات ويقدم أعضاء حكومته إلى المرجع المصري. فنحن في الأيام المقبلة سيتم، نحن لدينا مناقشات في هذه المسألة، سيتم اجتماع بين أعضاء الائتلاف لبحث تسمية رئيس حكومة انتقالية. فرئيس الحكومة يقوم بالمشاورات وبعد ذلك يقدم أسماء أعضاء حكومته للائتلاف. إذا توافق الناس أو أعضاء الائتلاف توافق عليها سيتم تسمية الحكومة، ويجب حلف اليمين من خلال الوزراء المعينين. هذه الصيغة القانونية، فنحن بانتظار أيام قريبة إن شاء الله نستطيع أن نشكل أو نسمي رئيسه. نعم. أستاذ هيثم المالح شكرا جزيلا لك، حدثتنا من القاهرة.